بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان في قناة الزراعة في مصر وأسعار الخضار. متابعينا في كل مكان، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. ولو أي متابع جديد أول مرة يشوفنا، نتشرف بيه إن هو يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصله كل جديد. يعني لو عثرت على الفيديو في نتائج البحث أو الفيديوهات المقترحة، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد. النهارده مع الحاج اسماعيل، وهيكلمنا شويه عن التوم وعن اسعار التوم، وهيكلمنا برضو شويه عن القمح. فنرحب بالحاج اسماعيل. السلام عليكم حاج اسماعيل. السلام ورحمه الله وبركاته استاذ. كلمنا شويه عن محصول التوم يا حاج اسماعيل، زرعته امتى؟ وانا شايف ان هو مثلا يعني المفروض التوم ده طاب، المفروض كان يتقلع. فقول لنا انت سايبه ليه لحد دلوقتي، وكلمنا شويه عن سعره والله الله يكون بعون المزارعين اللي زي حالاتنا. مزارعين هلكت وجرفت وتعبت على المصاريف والهلاك اللي واخد التوم وجرفنا في عشتنا. انا سايبه كده، انا التاجر قلت اقلع لك بكره. هقلعه بكره للتاجر. هتقلعه بكره؟ ايوه. طب حكاش معاك في سعر ولا حاجه؟ لا، السعر بتاعه قال لي من جنيه ونص لاتنين. من جنيه ونص لاتنين؟ لاتنين جنيه. سعر الطماطم يا عم الوقت الكيلو ب 20 جنيه، 25 جنيه. سعر الطماطم ب 25 جنيه. يبقى ده، يبقى احنا نرميها احسن على كده. ده مش جايب همه. ده كيلو الطماطم ب 20 جنيه وب 25. طيب التوم ده زرعته بدري يا حاج اسماعيل؟ خلينا بس في بند معلش. التوم ده زرعته بدري، انا شايف ان هو طاب يعني استوى يعني. قال له بكره التاجر جاي ياخده بكره. يعني لف واحده كده على ايدك شوفه كده، ولا هي دي اهو. بس سيبها كده. طيب لا ده استوى ده يا حاج اسماعيل. تمام. انت كده هتدي التاجر ولا هتخزن ولا هتعمل ايه بالظبط عشان نعرف المشاهد؟ التاجر قال لي التاجر جاي بكره، قال له العشر قاريط دول هديهم له مره واحده كده على بعض. طيب السعر اللي قال لك بكام السعر؟ السعر بتاعه ميت. لو سمحت حضرتك يعني تستغرب. ب2 جنيه. ب2 جنيه الكيلو. طب يعني ربنا يعوض على الفلاح. امال ايه؟ ما انا بقول لك ايه، لو زرعناه طماطم كان جاب معاه. طيب الوقت انت هتبيع بالسعر ده ولا هتخزن؟ انا يعني بقرا يعني على الفيسبوك وهنا وهنا وبسمع برضه ناس ان هي عايزه تخزنه عشان سعره تعبان. فانت هتعمل ايه؟ هتبيع ولا هتخزن؟ انا اللي جيت السعر على 2 جنيه بس، ممكن اخزن. تمام، يعني ممكن بكره يكون في كلام تاني برضه. اما التاجر ما ضربكش على ايدك. صح. التاجر يجي يقول لك ده بجنيه، ده ب10، ده بخمسه، زي ما يقول هو براحته. لكن انت براحتك، انت راجل مزارع وراجل مكلف وراجل متأجر، انت اللي صارف وانت اللي دافع فلوس وتعبان وهلكان. ايوه انا متأجر دول. متأجر دول بكام؟ ب20,000. حرام ولا حلال؟ 20,000 في السنة. ماشي، بس دي نص زرعية يعني. دول نص زرعية، دول مش هيجيبوا يعني 20,000. انت قصدك على ايجار الفدان 20,000 صح؟ 20,000 الفدان. دول 10 قاريط بكام؟ ب 10,000 جنيه في السنة. يعني يقع في حدود 10,000 أو 9,000. قول لي واخد ميه وكماوي ومفار وعزيق وده واخد تقاوي. تقاوي يعني قول لي أعمل إيه؟ يعني على سعر 2 جنيه ده يخص ما ينفعش. لو جيت تاجر وقال لي على 2 جنيه تاني على دي وعلى دي. أنا خزن. يعني أنت بين دي وبين دي. أيوة هتخزن يا هتبيع. أنا خزنه في البيت. طيب ربنا يصلح الحال. طيب القمح يا حاج إسماعيل. القمح حضرتك كلمنا يا ريت بس تيجي. تعالى نمشي مع بعض كده، انا اوريك الزرع اللي هو واخري والزرع البدري. ماشي يا حاج اسماعيل. ده القمح ده يا استاذ حسن صدها. ده القمح الواخري. تمام. بس انا شايفه ده لسه اخضر ده يا حاج اسماعيل. ده متخضر في شهر 12 ده. ده مكان البطاطس صح؟ ايوه. معاك عليك خير لاول، احنا في شهر 4، معاك لاخر 5 ده. لاخر 5 على ما يتحصل. على ما يتحصل. تعالى انا اوريك كمان البدرعه. وريني، يا ريت تورينا القمح البدري. وكلمنا شويه يا حاج. ايوه ده خلاص ده استوى ده. ده اللي اتخضر في 11 ده. ده استوى ده. ايوه. طيب كلمنا شويه يا حاج اسماعيل، يعني انتاج الفدان كام؟ انتاج الفدان مثلا، الفدان مثلا يجيب له 20 ارداب ب 25، يعني بين يتراوح من بين 20 ل 25 ارداب. ايوه. الارداب بكام كيلو يا حاج اسماعيل؟ الارداب ب 152 كيلو. 152 كيلو. تمام. طيب سعره يا حاج اسماعيل السنه دي؟ سعر السنه دي انا سمعت في النشره على
على 850. 800 من كان هو لا سواء بص اسمع سواء يقول لك نسبة النقاوة فيه تمام؟ فهو انا يعني اللي اعرفه انا على الجمح ان هو من 850 ل 885. تمام بالزبط. يعني انضف حاجه ب 885 بالظبط. محتاجين قاعده وبتاع وفيها ترابه وفيها بينزل 850. في حشيشه زي ده كده ها؟ لا لا مش الحشيشه هو بس عشان الترابه بس وال والترابه وبتاع ده الاستاذ حسن النظيف فرز اول. بالظبط انا قصدي فرز اول ده على 185 885 تمام. الفرزه الثانيه دي والثالثه ده خلاص ده يتحصد حاج اسماعيل صح؟ ايوه خلاص ده يعني واحد خمسه تشتغل فيه حصيده يعني ان شاء الله اول خمسه نبتدي حصيده فيه نكر الانفار في حصادات طلعت بس الحصادات مش هتجيب زي النفر وحشه صح؟ طب ايه الفرق بينها وبين العامل يعني؟ ان العامل بيجيب لك من تحت من جدره بيجيبها لك من جدره البتاع الحصاده الاليه دي طيب بتجيبها لك من جدر الحصاده الاليه النعم الحصاده الاليه ما تسيب شبر وتسيب 20 سم اما ده تستفاد بيه تبني احسن لما انا اجيب النفر اللي هياخد 100 جنيه في الظهريه يعني بيقعد من الصبح لحد الظهر ب 100 جنيه صح؟ ايوه ده بياخد ايه؟ بياخد 100 جنيه ان شاء الله حاج اسماعيل هنيجي نصور معاك ان شاء الله الانفار وهي شغاله والدريس وكل حاجه الحصيده ان شاء الله في الدريس تيجي يا استاذ حسن تبقى معانا تبقى معانا هنا وتصور مع الانفار وتصور مع الناس الفلاحين وتصور مع الناس حبايبنا كلهم ان الجمحة ده ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوكل الناس عيش باذن الله ويا ريت يا استاذ حسن برضه في تجليع البطاطس الوخريه تيجي باذن الله ان شاء الله يا حاج اسماعيل ان شاء الله يعني شكرا لك يا حاج اسماعيل العفو.